السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه اونلاين 3 دي فيور، ده مشروع اوبن سورس، يعني تقدر تاخد شفرة الكود وتحطه في الموقع بتاعك، تقدر ترفع الملفات او بي جي او اس 3 دي اس او اس تي ال او اي اف سي او بي اي ام. في امتداد نزل جديد اسمه بي اي ام، تمام. كل الامتدادات دي هو بيتعامل معاها من الراينو، من ال STEB IFC، كل الحاجات دي. كل اللي عليك ان انت بس تعمل drag and drop، او ممكن تقول له شغل لي مثلا solids فيبدأ يظهرهم لك بالشكل ده، وتقدر تشوفها في 3D، تقدر تخفي عنصر او تعمل عليه زوم وهكذا، ممكن تخليه يدور حوالين الزد بس، ممكن تخليه يحسب لك الفوليوم ويحسب لك السيرفز. كل الحاجات دي اوبن سورس، وكل شوية بيتطور بشكل قوي جدا. هسيب لكم الرابط عشان تجربوا.